دكتور عبد الرحيم، ما حقيقة أن أغلب هؤلاء المتحولين من التشيع أو من المذهب الشيعي الإيراني إلى اللادينية أو إلى بعض المعتقدات الأخرى، حقيقة أن أغلب هؤلاء من فئة الشباب بالتحديد؟ ليس من فئة الشباب بس، حتى من آية الله، هناك من آية الله اتجه اللادينية من زعمائهم، حتى من آيات الله، آية الله يأتي إلى المسجد، إلى التلفزيون يقول هذا القرآن ليس بقرآن، لا يوجد اسمه الله، الله يعني هذا صنم جاهلي، هذا آية الله بلباس الديني، ولا أحد يتكلم عليه ولا أحد يحاكمه. لكن لو قال نفس الرجل لا تدعو غير الله يحاكمونه باسم الوهابية. هذا هو شباب، نعم كثير منهم اتجه إلى اللادينية، ونحن نقول هؤلاء الذين اتجهوا إلى اللادينية أفضل من بقائهم في شرك التشيع وغلو التشيع. لماذا؟ لأن الذي اتجه إلى اللادينية بعد ذلك هو يبحث عن الدين كيفما كان، ثم يعود إلى فطرته، الدين هو الفطرة، يعود إلى فطرته. وكثير من هؤلاء الذين اتجهوا إلى النصرانية إلى اللادينية من خلال برامج هذا العبد المتواضع اتجهوا إلى الدين صحيح مرة أخرى، عائلات، رجال، نساء، أساتذة جامعات، آيات الله. ما شاء الله. ولذا العلمانية واللادينية أقل خطرا من التشيع الخرافي الغالب.